right, buddy. هرم عليك انت هتبقى قسط عظيم. الله يخليك. اسمع محمد، نعم، انت تشتغل في المانيا؟ من ايه يا خالد؟ انا ليا واحد قريب من فلوس اختي بيشتغل في واحد مصنع كبير. زعلان مني في حاجه؟ لا مش زعلان محمد، بس انا عاوز اشوف مستقبلك يبقى احسن. انت انا هخسرك هنا، لكن هناك مستقبلك في المانيا هيبقى كبير، وكمان هتمسك فلوس اكثر من اللي انت بتمسكه هنا. ربنا يخليك يا راجل، ربنا يكرمك. انا انت عارف ان انا راجل، انا جاهل، لا بعرف اقرا عربي ولا اكتب حتى اسمي بالعربي. هسافر المانيا. محمد، المانيا واوروبا المهم مش اتكلم، المهم اشتغل. بس انا عندي مشكلة. يعني ايه مشكلة؟ انت بتتكلم جد؟ بتتكلم جد. طب الجيش ده عمل ايه؟ ايه؟ خلص وبعدين تتكلم. انا هكتب قرار مؤيدي وهات لك عقد عمل هنا. خالة 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 ام محمد، محمد غصب. ازيك يا زينب؟ الحمد لله. ازيك يا سامية؟ مش عايزة يا جميلة. ايه يا حبيبي يا جميلة؟ مالك معايا طريق؟ خد 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 يا مسعود. ازيك يا حبيبي؟ ازيك ازيك يا سامية؟ ازيك يا سامية؟ اهلا. ازيك يا ست الكل؟ محمد ازيك يا ام؟ طمني، جبت الباسبورت؟ اه بس بعد ايه؟ صار ياما ما رضوش يطلعوا لي الباسبورت الا بعد ما دفعوني 25 جنيه. 25 جنيه؟ قال ايه؟ تأمين. مش عارف تأمين على ايه؟ تقوليش انا اغنى من الحكومة. وجبتهم منين يا ابني؟ ربك بيوفقها ياما، فوت على الورشة وخدت المكافأة بتاعتي. الباسبور اهو. شوف ياما صورتي. أنا خايفة لما تتوفقش في البلد اللي أنت رايحها يا محمد. ما تقلقيش ياما، إن شاء الله ربنا هيوفقني وهكسب. البليلة. البليلة. الله. خالة لما عرفت إن أنت جاي عملتها لك عشان أنت بتحبها. تسلم إيدك ياما. طب ما تاخدي بقى والنبي تاكلي معايا. بالهنا والعافية لك أنت يا ابني. الله. أنا عايزك تطمني ياما. الواد مدحت صاحبي قراري العقد. أصله بيعرف إنجليزي. فقال لي ان المرتب كويس قوي، فان شاء الله ان شاء الله هوفر من المرتب وهبعت لك فلوس عشان تفك رهينه ربع البيت اللي انت رهنتيه عشاني. يا ريت كان عندي اكتر، كنت اديتهم لك يا محمد. ربنا ما يحرمنيش منك ياما. ده لولا ال 50 جنيه اللي انت اديتهم لي ما كنتش اقدر اسافر. لكن ولا يهمك. ربنا هيقدرني ويعوضك عن كل السنين اللي انت شفتيها عشاني ياما. ربنا يجعل لك في كل خطوه سلامه يا ابني. هوب 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 هوب. بتسيبك من حكايه السفر دي يا محمد، انا خليك تاخد بطوله الجمهوريه. لا معلش يا كابتن، خلاص خلاص تذكره هسافر. انا متاكد مفيش وقتنا غير اتنين وحد شاء الله هتغلبهم. معلش يا كابتن. مدحت مؤاخذه يا كابتن، شوف وشك بخير. بالسلامه دي بالسلامه. سلامه مدحت، انا جاتني فكره بنت مجنونه عاوز اخد رايك فيها. ايه هي؟ الحاجات اللي الواحد بيعوزها حاجات قليله. زي ايه؟ يعني انا عطشان، انا جعان، انا من مصر، انا عايز اكل، انا الحاجات دي يعني مش وبعدين؟ يعني لو نتفق انا وانت كم كلمه بقى من الواحد بيعوزهم دول، كل حاجه من دول تكتبهم لي في ورقه لوحدها، ورقه لوحدها، ورقه لوحدها، وخدها معايا. عظيم. بس انت مسافر المانيا يا محمد، وانا ما بعرفش الماني. انا عندي فكره، هكتبهم لك بالانجليزي ونشوف اي واحد صاحبنا بيعرف الماني يترجمهم لك. شوف ليه؟ ده انا مسافر بكره. طب ازاي هتعرف كل ورقه من الثانيه؟ فعلا يا محمد، ما هو انت لو كنت بتعرف تقرا عربي كنت كتبت لك ترجمه كل جمله على ظهر الورقه. سيدي انا بعرف اقرا من نمره واحد لنمره 10. عظيم. انا هرقم لك الورق من واحد لعشرة، بس انت عليك تحفظه قدام علوان اهو ابو امتحن فيه. فكره جهنميه جدا. انت خسر انك ما رحتش مدارس يا ابو حميد. اعمل ايه بقى لابويا؟ ما هو لو كان وداني مدارس كان زماني بقيت معاكم في الجامعه دلوقتي. لا فكره ذكيه قوي فعلا. حقيقه عجبتك الفكره قوي.
ده انا ليل نهار ما كانش بيجيلي نوم، مخ ده كان هشت. طب ازاي هتعامل مع الناس دول؟ طب عايز اكل، جعان، طب عايز حولها لهم ازاي دي بقى؟ لغايه لما فكرت في حكايه الورق ده. طب يا سيدي يلا كمل لبسك علشان خاطر نشوف هنكتب بيع الورق. ماشي يا سيدي. يا مسهل. بالهنا والشفا. والنبي كتر الدقة شوية يا رمضان. من عينيا الاثنين. الله يسترك. ازيك يا حلوان؟ ايه يا محمير؟ اتفضل معايا، ده بكره هيوحشك. اصل الغدا متأخر. امال مدحت فين؟ مستنيك على القهوة وانا هحصلك. اهلا. اهلا يا محمد. اهلا يا محمد. اتفضل يا محمد. ازيك؟ الحمد لله. ايه؟ ها؟ خلصنا ال مستعجل عليهم اول الدرجه دي؟ ربنا يكرمك يا سيد. اديني قهوه والنبي. وانا رحت خرجتهم مخصوص في مطبعه واحد صاحبي علشان تبقى حاجه كويسه تشرف قدام الاجانب. اتفضل يا سيدي. حروف الارقام باينه كويس قوي. بس على الله تحفظ كل الكلام اللي مكتوب على كل كارت. واضحين قوي صحيح. مش دي واحد؟ اثنين كده اهو. ودي ثلاثة. من واحد فريق كده؟ أيام إيجيبشن. أنا مصري. طب استنى بس. إيه أيام إيه؟ أيام إيجيبشن. أنا مصري. يعني دي إنجليزي ودي عربي. يعني عربي. دي من مصر على طول. أيوه. مصر. أنا دي مصر. أنا مصر. أيوه. دي أنا مصر. نمرة اثنين بقى دي. أنا عامل خراطة. أيوه. أنا عامل خراطة. أيوه. ثلاثة بقى. أنا ما بشربش خمرة. لا أنت دخلت نحو الأمية يا أستاذ محمد. عقبال الشهاده الانجليزي. هلا. دي انا دي بتاعت تلاته ايه؟ دي انا عامل خراطه. عامل خراطه. عامل خراطه. طيب هي اللي بتاعت امي. نمره تسعه. نمره تسعه. ايوه ايوه. تسعه. تسعه دي بقى بتاعت انا عايز ابعت فلوس لامي. فلس. والعنوان اسفل الكارت. انا عايز ابعت فلوس لامي والعنوان انا اي حد يقراها طبعا واضحه جدا قدامك اهي. طيب كويس قوي. شكرا يا حسين. لا ما تنساش بقى يا ابو حميد بقى. ايوه انت بعت لنا برضه اي حاجه يعني. وجينا بالسلامه ان شاء الله. عمك لا اله الا الله محمد رسول الله. كلام يا ابو مش عرسيك ده. انا محمد لحم الخنزير حرام ورب الخوف. هو هتقرب منه لا هو ولا الخمره. الخمره بتلحس المخ. ما تخافش يابا خليها على الله. بقول لك يا ابا كفايه عليك النبي يا شيخ. تبقى تود امك ما تخسرش خاطرها. هتبقى يا سيدي واحده قريبتنا من بعيد ما حدش بيطل عليها يابا. كل واحد من اخواتي الحته جيران ربع البيت عشان تخلينا نسافر يابا. أصيلة يا ابني طول عمرها. ولو احتاجت أي حاجة قبل ما أبعت لها ما تسيبهاش أهو. وأنا هحط لك كل اللي هتدفعه. طيب يا محمد مع السلامة. ما تشيلش همي. سلامة. ربنا يخليك يابا. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. ألف سلامة. صباح الفل. صباح الخير.
الخير. صباح الخير. عم بقول لك صباح الخير. وبعدين انت غرقتني. انا وانا مش زعلان انت شغلك برضه. جيب اساعدك. هساعدك بس. لا هساعدك. هساعدك تصطيف بس كده تضرب في الارض كده. دي لازم تضرب كده بص. كده. شوف كده تمسح بقى البتاع اكتر. اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ انا اسمي محمد حسن. محمد بالانجليزي بقى اسمه محمد حسن. انت اسمك ايه؟ بقوله؟ بقوله. منولو. لا اهلا يا منولو. اوكي. Would you come? أنا؟ Yes, of course. Why not? Hello. أهلا وسهلا. What's your name? Huh? Your name. مش عارف انت Your nationality. إيه؟ Your nationality. الحمد لله كويس. أصل أنا مش فاهم حاجة. انت ليه ما بتعرفوش تكلموا عربي؟ Why don't you come with me to the swimming pool? Together, to swim. جزر؟ جزر؟ You don't like swimming? Together. مش عارف. أنا مش عارف أنت بتقولي إيه أساسا يعني. Come. إيه؟ Come join me. سلام. Oh my God. اتفتح الباب كنا أغراب وبقالنا أصحاب بعد ما دايت فرجت يا أحباب بعد ما دايت فرجت يا أحباب اتفتح الباب اتفتح الباب يا زمن ساخر الساعة تقفلها والساعة تفتح على الآخر وتسهلها وسؤالنا العاصل متعين يلاقي له جواب يلاقي له جواب اتفتح الباب اتفتح الباب
اتفتح الباب اتفتح الباب واتفتح الباب يا كل ده مطبخ ده لا جيش انت رحت الجيش قبل كده؟ انا بقى رحت الجيش وقضيت كل المدة في الاتحاد الرياضي انا بس بلعب ملاكمة وخدت جايزة في اتحاد الملاكمة وزن خفيف ملاكمة ملاكمة انا بلعب ملاكمة ها؟ انتوا بتطبخوا الطبيخ ده كله لمين؟ روما مستعين وانا شايف روبيلا؟ روبيلا ايه؟ انا هفضل اكلم نفسي كل وقت كده نفسي اتكلم وحد يسمعني نفسي اسمع حد يكلمني عربي عربي محدش بيتكلم عربي اتكلم عربي ممكن اساعدك what are you doing here عم مفيش حاجة اللي دي البطولة نكسب it's not allowed you to come here حسن I told you it's not allowed you to come here please get out انت زعلان ليه get out يا عم صل على النبي ده انا عايز اساعدك get out صل على النبي مش كده طيب out out العمر يا دنيا بدايته هنا وكأني غايب من سنة على كأني أنا زماننا مش هيخون يلا اضحك على سؤال انت عارف سكته ازاي في البحر او مصيبه لو كان في الهوا ناس محمد وانت اول واحد هسافر ما ناس كتير سافره معاك هاي كمان سواق الطياره عارف سكته ازاي هو ده بقى لا في طريق ماشي عليه ولا في محطة ولا في وقف اصلا ولا اي حاجة وعارف سكته سبحان الله اكيد في طريق في طريق ولا ايامك يا محمد بكره هتعلم كل حاجة هتضحك على الايام دي يا ترى اقدر اعيش في الغربة دي لوحدي خد يا حبيبي خد الدليله اللي بتحبها كل انا عايز افضل معاك يا ام كان من عيني يا لكن اعمل ايه ابوك خدك بالمحكمه خليك محمود عشان تتعلم سمعه حلوه وكل ما تلاقي وقت تعالى لي ابا انت ليه ما بتجيبلناش تنبيه تنبيل تنبيل مرة واحدة يا ابني لما نلاقي الأكل الأول يبقى ندور على التنبيل يا سيد محمد اشمعنى كل الناس عندهم تنبيل واحنا لا يا رب الناس الأغنياء بس هم اللي عندهم تنبيل معلم برع عندك معلم برع جزار يعني برضه حد من ضمن الأغنياء طب واحنا ليه مش أغنياء يا رب خلاص نماد يا رب وشوف شغلك ربنا عايز كده ليه ربنا بيخلق ناس فقراء مش لاقيين يتدقق ناس أغنياء الشاي يا استاذ حسن اسلم ايدك يا حاجه اللي حاف خلص هتستلميه النهارده ان شاء الله سلم ايدك يا استاذ حسن يا مصعبان عليا محمد من تراب القطن ده يعني بلاش تشتغل اسمع كلامي ده الخواجه باولو طالب عيال من سنه وتعلمه صنعه الخراطه وهي صنعه التنجيل وحشه ده انا ابني بقى قطه التانيه راح عند الخواجه اشتغل عنده من سنه هدوم انا عايز ايه لما صلحت ابني شغل تاني شغل تاني شيل ايدك احسن المكنة تاكلها قبل ما تاكل الحديد فاهم؟ ما تخافش اشتغل ارجع بدماغك عشان الريش ما يخشش في عينك لازم ما تخافش من اي مكنة مهما كان كبير ولازم تخاف المخرجة علشان المخرجة تخافك فاهم محمد؟ كويس ايه اكبر مكنة انت شفته في الدنيا؟
ايوه قبول الفرح. كويس، مين عامل قبول الزلل؟ بني ادم زيي وزيك، مش كده؟ صح يا فندم. طيب مين بيسوق قبول الزلل؟ برضه بني ادم زيي وزيك. لو سواق قبول الزلل خاف من قبول الزلل مش ممكن يسوق. معلومة الطلبة. كويس، علشان كده انت مش لازم تخاف من اي ماكينه مهما كان كبير. حاضر يا فندم. كويس، قول لي مخلص. انت ليه مش بتروح في المدرسه بالصبح؟ ابويا من يوم ما هو امي بطلني المدرسه. خش اشتغل محمد وما تخافش. صحيح يا خوالك؟ ايوه محمد خش اشتغل. يا ربي كل بلادك خير يا رازق الدودة والطير يا ربي شمسك نفس الشمس وعالشجر نفس العصافير وعالشجر نفس العصافير الدنيا ايه ناس وشوارع واحد رايح والتاني راجع معرفش ليه انا مش ضايع خبيت من الفرحة وحطير خبيت من الفرحة وحطير رحتنا جاي من مصر ونسافر المانيا كيفا؟ محطة القطر محطة 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 القطر ممكن بيعمل اصل انا مش من هنا يعني فعاوز اسافر انا جاي اروح اركب القطر واطلع على المانيا على طول القطر قطر نو 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 انا اركب عاوز اركب القطر يا عم اختلاف اللسان يسكن بني الانسان ممكن تقوم الحدود ما بين لسان ولسان يا وحدتي انتي سجني وغربتي وحيرتي انتي العطش والقلق والدمع والحربان يعني اختلاف اللسان يسكن بني الانسان قال لي خير. لا تطلع يعني قال لي خير.
خليت ريح. خليت ريح. ثلاثة. دوماني مفتينه. خليت ريح. دوماني. دوماني مفتينه. خليت ريح. خليت ريح. دوماني مفتينه. دوماني مفتينه. خليت ريح. دوماني. دوماني خليت ريح. دوماني يعني مش ولا انت. خليت ريح. دوماني مفتينه. مفتينه ايه. دوماني مفتينه. خليت ريح. الحمد لله اللي قبل ما نولي وفر لك امك النهارده شويه كوبايه شاي. وانا اللي كنت جبت معايا شويه شاي وشويه سكر وشويه كفايه. كل شيء هيقول يا محمد. أقول يا محمد خرجت بره مصر وبقيت مصر خواجات. أقول يا محمد زيهم كده. ريح روح أمور. مش معقولة ليه؟ أمال اتعلمت الخرطة إزاي؟ بكرة طبعا أبقى زيهم أحسن منك. Schafft das in der Zeit? Das Ding hat... Nee. Sehr gut. Mach weiter so. Thank you.
من نقري ليه؟ هبقى بصمت تعب
لي ليه؟ فلوس لا واي حال خليني استحمل كده. اللي خدني اسيب مصر حبيبتي مصر زعلان زعلان وعقال شاي الشاي كبريت بس عشان اولع البوتاجاز لان الاوضه تلج. مش فاشتيهن كبريت اجيب كبريت حضرتك كبريت هرجعه لك تاني على طول. I can't understand you what you say. انا عايز كبريت كبريت. No. Which language you speak? كبريت كبريت كبريت. Oh, no. I don't understand. I'm sorry. كبريت يا مدام كبريت اللي بيولعوا السجاير. سيجاره اهو. يا مدام كبريت 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 اللي بيولعوا بقى بيه السيجار كبريت كبريت. I can't understand you. I'm sorry. يا مدام انا عايز كبريت بالاوضه التانية. اولع البوتاجاز بس تدفى شويه. اوكي 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 يو ونت ا بلانك. استنى ما تفهموش بسرعه. There is a blanket for you. يا مدام مش عايز بطانيه. يا مدام الدنيا تلج في الأوضة عاوز كبريت عاوز. I can't understand you. كبريت. I can't understand. كبريت يا مدام كبريت هرجعهولك تاني. أنا مش عايز أنا آسف أنا آسف أنا آسف أنا مش أنا What is it? I don't know. أهو يا مدام ده الكبريت اللي أنا عايزه. شوفي كبريت عمال أقول لك والسيجارة هو ده اسمه كبريت. اسمه إيه بالألماني؟ شترايش. نعم شترايش هولت
شترايش هولتز. شترايز؟ هولتز. شترايز. شترايز ريسورس. هولتز. كبريت شترايز ريسورس. شترايز ريسورس. هذه كلمة عرفناها بالألماني. أنا مو مدام أنا آسف جدا يعني إن أنا زعقت فممكن حضرتك تشرفيني عندي في الأوضة بس يعني أحاول أعتذر لحضرتك يعني وأقدم لك حاجة حلوة يعني. ممكن؟ كانت أندرستاند يو. شكرا قوي. اتفضلي. اتفضلي يا مدام. اتفضلي. أعمل لك شاي بس الأول إيه؟ دي عجوة. أحلل بقك بقى. دي اختراع مصر 100%. افتكرهم بقى في ايطاليا لو ما كنتش حطمت منها حتى كانوا ودوني في داهيه. بلح. بلح معمول عجوة عندنا ده. عندك ايه؟ ستوبيد ستوبيد ستوبيد. هو ايه اللي حصل؟ في وحشه؟ حلوه كتير. انت قلت ايه؟ حلوة كتير. هي ايه دي؟ دي انت بتتكلمي عربي؟ شوية شوية. حرام عليك يا شيخ، سيبنا طقم في الكلام زي العنب الصبح. واحدة واحدة، انا مش فاهم انت بقوتي. انت اسمك ايه؟ هجا. هجا انت عربية يا هجا؟ نعم، أوز دوتشلاند، دوشتيزيست هير؟ إيه؟ ليه؟ أنت هترجع ترطني؟ أنت مش كنت بتتكلمي عربي دلوقتي؟ أنا مش بكلم، مش بفهم عربي كتير، أنا بعرف واحد كلمة من مامي. واحد كلمة من مامي دي زي الفل، بالصلاة على النبي كده. يعني بتتكلمي عربي باستمرار معايا عشان خاطري. أنت أعرف إنجليزي؟ أنا لا بعرف إنجليزي ولا بعرف فرنساوي ولا بعرف ألماني. أنت لازم روح ورد مدرسة واتعلم ألماني. أنا بكرة هشوف لك مدرسة. ها؟ أدي لك واحد عنوان. ماشي. أوكي؟ أوكي. أنا كمان هعمل لك كوباية شاي. وبعدين أصل الدنيا ساعة في الأوضة لا مؤاخذة، أنت مش بردانة كده؟ لا. طيب. ايه بيشتغل ازاي ده؟ الكتريش. نعم؟ الكتريش. بالعربي انا الكتريش هرب زي دي بالكهرباء. ايوه ايوه بالكهرباء. اتشدقن ايه؟ انت رايح فين؟ اكيد وراها حاجه. اتشدقن اخيرا وانك سمعت عربي يا محمد يا حسن، حتى يكلمك عربي. دورك الدعاك يما عربي. ادخل. مورجن. 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 صباح الفل. تعشاني؟ الله يصبحك بالخير يما. والنبي انت بتفكريني بامي. ألف شكر. ألف شكر. تعال الله يخليك. ألف شكر. ألف شكر يا حاج. أهلا وسهلا خطوة عزيزة. يا سلام، الأم وأم في كل حتة. هي قالت إيه؟ جرو مورجن Good morning.
نمرة واحد أنا مصري. نمرة اتنين أنا عامل خراطة. أنا يبقى إيه؟ أنا مصري ودي أنا عامل خراطة. أنا مصري ودي أنا ودي أنا صح. بالظبط أنا نفس الرسم صح. أي أنا مين أكتبك أقول أهلا سمي جرم مورجن. جرم مورجن، برافو محمد، دي حفظتها ازاي؟ ده أنا ست جارات مضيخة في الصبح، فأنا أحفظها من الصبح عشان أفاجئك بيها. طب محمد، في واحد طلب صغير. فضل. ممكن في ورق بسط على الباب عندك، أنا عايزة واحد زيه، ممكن؟ واحد بس؟ لا 2 20. أهلا وسهلا. اتفضل، خلي الباب مفتوح، حد يشوفك عندي ولا حاجه يقول كده ولا كده يعني. اتفضل، ادي طابع البريد. اجيبكم. مصر دانش محمد. تمام، انا هتودي لي التوكر كده. عجبتك الطابع؟ ايه التوكر دي محمد؟ توكر والله انا عارف يعني ايه. خدي بقى الطابعة دي كلها. كلها؟ بس أنا عايز منك طلب صغير قوي. قول محمد. الكلام ده بالإنجليزي، فعايز من حضرتك يعني تكتبيه بالألماني زي ما هو كده. فكرة حلوة كتير محمد. دي اختراع أنا. دقيقة واحدة. اتفضل. لا يا محمد، يا حسن لقيت لك حد تتكلم معاه عربي. بس لازم أعرف برضه ألماني. ولا اسحبها معايا في كل حته كده. الكتاب دي محمد هعلمك بيه الماني. ده هو؟ ده كل صور. ده شرشر بالالماني بقى؟ ايه شرشر دي محمد؟ لا ما تاخدش بالك، اصل انا فرحان قوي. اتفضل عشان ايه نبدا الدرس. اتفضل. اهلا وسهلا. هعلمك دلوقتي اول درس. ايه دي محمد؟ شمع. لا دي اللي تحت. سحاب. سحاب بولجن. بولجن. طب والسنه اسمها ايه؟ همل. 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 سمع همل. ولكن طب الشجرة. باوم. 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 تدن. باوم. الشجرة الجميلة باوم. 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 وعصفورة. فوجل. فوجل. جميل فجل يعني. لا فوجل. فوجل. طب المايه بقى. بصر. فوجل. طب المركب بقى. شوفي بقى. شف. انا كنت جعان قوي. هلو. بتعمل ايه هنا؟ كل واحد ادفع حسابه مهم.
هنا عيب. بس بقى يا استاذ محمد انت مسالاني في نظرك ولا ايه؟ مش عيب يا لجا. الله كام ده؟ احنا الاثنين بشتيزنيست. احنا الاثنين كام؟ خمسينيش بشتين بفيل. 21 طيب الباقي بقى لو سمحت. من هواك معرفش، من هواك معرفش، من هواك معرفش، من لاين في طهران. محمد جود مورجن. كم كم انا كنت عاوز اوريك حاجه. محمد اهو جاهز. محمد ثانية واحدة. معلش طيب محمد هايل تجني. اشتريته امتى؟ اشتريت ايه؟ انا اللي عملتها. هاي صنع ايديا. بدي ودي شويه خشب وروقتهم. عجبتك؟ تجني. انا اسفه محمد. ايه رايك في السبوره؟ حلوه. برافو محمد. على فكره انا صممت ان اول واحده تكتب عليها انت. وأول حاجة هكتبها اسمك أنت محمد حسن المصري. محمد حسن مش ممكن اضربك محمد. ليه؟ عشان انت شاطرة محمد. عشان الكليتين دول هتستحقي مني. فرعون فرعون يجيب لك حظ. هو فاندرشور محمد. مالك؟ انا قلت حاجة تزعلك؟ أنا محمد افتكرت مامي كان دايما تكلمني عن مصر. كان عندها عقد في فرعون فرعون فرعون. يا مامي كانت مصرية؟ لا محمد، مامي أرمنية بس اتولد في مصر. بابي بتاع مامي كان بيشتغل في مصانع الهجة الحلوة بيحطوها في شاي في خفي. السكر. ايوه محمد سكر. اسمه السكر. ايوه محمد. تعرف محمد انت من يوم ما جيت هنا انا مبسوطه قوي قوي محمد. عشان كده انا نفسي نخرج ونتفسح. طب ممكن اعزمك النهارده على عشاء؟ موافق بس احنا فين والعشاء فين دلوقتي؟ طب نبدا الدرس الاول وبعدين نعمل اللي احنا عايزينه. اوكي محمد. انا جبت لك كل حاجه على العموم. اتفضلي. ادي بقى ايه اللي انا مقصر. ادي بقى الكتاب دلوقتي عليه، وادي خلاص، وادي القلم اهو، والسبوره موجوده وكل حاجه موجوده. نبدا بقى باسم الرحمن. اوكي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما انا لازم افهم اصلي. قف. نعم ايوه. قف. قف. قف يعني؟ قف. راس يعني. أيوة. راس قف. راس قف. قف. يعني راس. قف. اوجه. عناية. ايوه اظبط صح. اوجه اوجه. طازه. طازه المناخير. طازه طازه. اور. ايه ده؟ اور. اور ده الودان. اور. كف. كف. اور. كف. اور. طاز. اور. اور يعني ايه؟ اور وداني. اوكي صح محمد. أور. برافو. اور انا بسمع. اور انا بسمع. اور هاند. هند. هند ايد.
ايوه وراحوا محمد. شيك هند. انا اديك حاجه حلوه عشان بتعرف هند. لا هند دي معروفه عندنا يعني. برافو محمد. اشرب. نو بير. ارقص. لا سيبني حكاية الرقص، انا هتفرج. عايزة ترقص وترقص. اشتغل معايا في المصنع من ساعة ما عينوني وهو مش طايقني، زي ما اكون عملت له عملة ولا حاجة. بقول لك ايه، يعني ايه كلمة نجرة؟ اصل كل ما اشوف نجرة سيبك منه محمد، باين عليهم بتوع مشاكل ومش كويس صهيوني. Thank you.
كنتاكي. من الألعب؟ أيوة. و حضرتك تتكلم عربي؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. أنت في ألمانيا بتعمل إيه؟ أنا في ألمانيا بشتغل في مصنع. بتشتغل إيه؟ بشتغل خراط. وعايز تلعب ملاكمة؟ بريت يا فندم. لعبت قبل كده؟ أنا كنت بلعب في نادي الشبان المسلمين في مصر. طب أول حاجة يا محمد لازم تنسى كل اللي تعرفه وكل اللي اتعلمته عن الملاكمة. حاضر يا فندم. على المدرسة اسم حضرتك ايه؟ كوستا. كوستا تبقى يوناني؟ يوناني مصري. يوناني مصري. ولسه حضرتك بتلعب ملاكمة؟ انا ملاكم قديم وبدرب ملاكمة دلوقتي وطلع من تحت ايدي ملاكمين عالميين دلوقتي. اهو بالك شنيلر دي شنيلر. وايه اللي جاب حضرتك المانيا؟ ايه ده حكاية طويلة بحكيها لك بعدين. شبيلن هانس شبيلن. ست مصر من زمان يا خواجة. الله وحشتني قوي كلمة خواجة. أنا عشت حياتي كلها في اسكندرية لغاية ما قامت الحرب سنة 56. أجمل حياتي قضيتها في مصر. أنا بدأت الملاكمة جنب محل بقالة كنت فاتحه في اللازارينا. طب وإيه اللي خلاك سبتها؟ أيوه ما قلت لك بعدين. أيوه فكرتنا في اسكندرية يا خواجة. أمال سبتها ليه يا خواجة؟ ما قلت لك بعدين يا محمد هتعرف كل حاجة. المهم دلوقتي تنزل وتروح تشتري لك لبس علشان تحضر الامتحان بتاع اللجنه بكره. لجنه؟ ما انا وريت حضرتك الجرنين الملاكمه. مش قلنا بقى هننسى ان كنا بنلعب ملاكمه؟ انت مش عايزني ادربك على طريقتي ولا ايه؟ لا طبعا ده انا يبقى لي الشرف. خلاص بقى تحضر امتحان اللجنه بكره. طب اصل انا بقى لي زمان ما اتمرنتش يعني. طيب انا هدي لك لبس من عندي وتبتدي تتمرن وانا هاجل لك الامتحان جمعه كمان. انت وزنك كام يا محمد؟ وزن 72. لا انا عايزك تنزل 71 عشان تلعب خفيف متوسط. الوزن ده ناقصني قوي. حاضر. تلعب بقى حبل وتجري كتير. نزل الشكل كده. النور مش هيعطلنا زور طول ما الدنيا هتدور انا من الدنيا هتعلم طول ما الدنيا هتدور انا من الدنيا هتعلم اتقدم هتعلم اتقدم 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 واحلف مش راح نتندم واحلف مش راح نتندم واحلف مش راح نتندم اتقدم 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 والكفاية خلاص تتندم للشمس للنور للشمس للنور مش هيعطلنا زور كل ما الدنيا هتدور انا من الدنيا هتعلم كل ما الدنيا هتدور انا من الدنيا هتعلم اتقدم هتعلم اتقدم 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 واحلف مش راح نتندم واحلف مش راح نتندم هي دي اللي انا عايزها يا محمد الخطه فيها اليمين تاني محمد. يا بنت ده انا كان سني اخد بطوله الجمهوريه شوفي انت شاطر في كل حاجه قولي بقى هغلب ولا مش هغلب ان شاء الله مالك ولا كتاب افتكرت سماره هي برافو محمد برافو هي يعني اني ايه كوب ايه كوب يعني ايه كوب يعني راسي
راسي. طيب مش هتيجي بقى بكره معايا في ماتش ملاكمه؟ ضروري محمد، ما انا لازم اقف جنبك. طب في حاجه تانية كنت عايز اقول لك عليها. كنت عايز اروح مدرسه او معهد بتاع تعليم هندسه، يعني انا بعرف فلسفه بس يعني برضو العلم على اصوله يبقى كويس يعني. اوكي محمد، انا هشوف الحكايه دي واقول لك. دلوقتي كمل الدرس. هتسالي لي يعني؟ حاضر يا حبيبي. خلاص قول. ايه؟ اوكي. الحمد لله. كنت عايز ابعت فلوس لامي عشان تفك رهنيه البيت. ماله بسيط. طيب. طيب ايه رايح فين؟ تعال تعال. اعطلك كده. تعال. ايه يا كابتن؟ انا اسف كابتن. مش لابس ليه؟ ما بتتمرنش ليه؟ هو انت هتكون اول واحد انهزم في ملاكمه؟ معلش يا كابتن، انا اصلي جاي المانيا علشان ابقى صنايعي خراب. وانا شايف انك ملاكم ممتاز. بس انا شايف ان انا لازم اهتم. يبقى اسمه هروب يا محمد. وانا اللي اعرفه عنك انك شجاع مش جبان. انا اسف يا محمد،
تصرفاتك هي اللي خلتني اقول لك كلمه زي دي. انما انت هتتمرن وهتلعب تاني، ولازم تعرف ان الرياضه غالب ومغلوب. ياما غلبنا وياما اتغلبنا، والرياضه مش لياقه بدنيه وبس، الرياضه انك تشغل مخك، وده اللي هنعمله. هندرس اخطائنا ونشوف ليه اتغلبنا، وهنجتهد نتلافاها. وانا اذا كنت شايف ان مفيش امل منك كان لا يمكن اطلب منك انك ترجع تلاكم تاني. انت محمد هتلاعب ملاكمين، اللي هزمك هتلاعبه وهتهزمه. ياما اتهزمنا وهزمنا. افتكر مصر يا محمد، ودي فرصتك علشان تعمل حاجه لبلدك. يلا روح غير هدومك وتعال نتمرن تاني. يا اغلى اسمي في الوجود يا مصر، يا اسمي مخلوق للجنود. يا مصر يا اغلى اسمي في الوجود يا مصر، يا اسمي مخلوق للخلود. يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر. مصر مصر يا مصر يا اغلى اسمي في الوجود. يا مصر يا اسمي مخلوق للخلود. يا مصر يا اغلى اسمي في الوجود. يا مصر يا اسمي مخلوق للخلود. يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر. مصر مصر تحيا مصر بقى يا هلجة.
ما انا بتكلم مصري محمد. لا انت بتتكلمي مصري خواجاتي. انا هعلمك الماني ولا انت هتعلمني مصري محمد؟ بس ماشي اعلمك. اعلمك. انت تعلميني الماني وانا اعلمك مصري. انا حاسس كده انك انت بنت بلد. يعني ده بنت نكت. انا ايه بنت نكت يا محمد؟ بنت نكت يعني عسل. قولك يا هلا. ها؟ انا بفكر اشتري عربيه. عربيه ليه يا خاطر عيونك حضرتك موتور طياره معتبر. معقوله؟ تروحي مصر؟ ها؟ طلعت. طلعت حجاب. انا في مصر. حاسب يا محمد شويه حبيبي. اجمل يا خواجة. على نعمة الموتور ده لو ركبت له في ناحية كبيرة وعديك بيها المرح لو تحب. انا اسمه هالموقف ده. رأيي انا مجنون طبعا مجنون. عشان كده انا بموت فيه. انت فيه بعيد عني. انا شخصيا مش عايز اموت. يا كلنا هموت هالموقف ده. ايوه بس انا مش عايز اموت في الغربة. كوني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة. يلا زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة حرام تنسوني بالمرة. زوروني محمد. محمد الله الله عليك يا خواجة. يلا يا سيدي. الله الله عليك يا خواجة. يا محمد. شفت جرايد النهارده؟ خير. اسمع يا سيدي. محمد حسن النمر الاسود. در شفاتسي تيجر. البطل المصري اللي بدا يلمع في المانيا مسمينك النمر الاسود. ايه رايك؟ اسمه مش بطال. انا اللي اقترحته على الصحفيين اللي شافوك في المباراه الاخيره. الاسم ده هيشهرك قوي يا محمد وبكره النوادي هتجري وراك وتتعاقد معاك. هتبقى غني قوي يا محمد والفلوس هتنزل عليك زي المطره. بس ابقى افتكرنا بقى يا ابو حميد. ما تقولش كده يا كابتن بركه فيك برضه. لا يا محمد انت لو مش كويس محدش هيسال فيك ولا يجري وراك. الغربه علمتني حاجات كتير قوي يا محمد. انت ما قلتليش يا خالد ايه اللي خلاك تسيب مصر؟ مغفل. واحد صاحبي ضحك عليا عايش هنا في المانيا وانفصالي عن مراتي شجعني اسيب البلد. عندك ولاد يا خالد؟ عندي يني من دورك كده يا محمد وسبيرو اثر شويه. ربنا يخليهم دول عايشين معاك طبعا. لا يا محمد في اليونان اتجندوا في الجيش. بقالي 7 سنين ما شفتهمش. على العموم يا خالد بتفكر بيه اعتبرني واحد من ولادك يا خالد. طبعا يا محمد انا بعتبر واحد من ولادي بالظبط. بقول لك يا خالد انت بتعرف تكتب عربي؟ طبعا يا محمد.
طب اصل كنت عاوز اكتب جواب عشان امي. كنت طبعا تحت امرك. ليه؟ انت ما بتعرفش تكتب. لا انا اصل ظروف يعني ولا شمال ولا يمين. خالة من حرة جاوب من المانيا يا خالة جاوب من المانيا. مرحبا محمد. لما انت كريم يا رب. راضية فين ابو ارهول؟ حاضر يا خالة. شفتي ليك؟ جاي من امبارح في المنام. ايه يا زينة؟ حاضر حاضر يا خالة. اجي اجي ورق الجورنال. دول مصورين محمد يا خالة بصي. حاضر يا امي. ايه اللي كاتبين ايه تحت الصورة يا زين؟ ده مكتوب بالافرنج يا خال. طب ايه الجوال؟ ايه الجوال؟ حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمي العزيزة الغالية، بعد التحية والسلام، أعرفك يا أمي إن أنا كويس أوي والحمد لله. والحمد لله بشتغل في مصنع كبير ورؤسائي بيحبوني ببركة دعواتك ليا. أمي الغالية، يا ترى ازاي صحتك؟ وعاملة إيه؟ ياما خلي الدكتور يجيلك لحد البيت، أحسن دكتور ياما، ما تبخليش على نفسك، الفلوس كتير والحمد لله. بمناسبة الفلوس، يا ترى الخواجة باولو جابلك الفلوس اللي بعتها لك وفكتش رهنية البيت؟ حاجات كتيرة ياما لازم تقوليلي عليها. وأبويا بيزورك ولا لأ؟ وسلامي لكل من يسأل عني، والسلام ختام. شفت يا خالتي؟ ما جابش سيرتي في الجواب، ولا حتى سلم علي. ادخل ادخل. هلجة انت اشتغل؟ ده رسم هندسي بقطعة غيار، لو حطيناها في المكان اللي عندنا في المصنع ممكن توفر كتير في الانتاج. يعني برافو محمد، انت عظيم في كل حاجة. على فكرة انا عازمك انت مدام اللي جنبينا دي انجليكا. ايوه مدام انجليكا، عازمكم على العشاء بكرة. وهي ازمانة بكرة على العشاء محمد. خلاص يبقى انا بعد بكرة عازمكم على ملوخية. أمي بعتني شوية ملوخية هتاكلوا صباعك وراها. أكل مصري مصري مش أكل كل. أنت عارف أطبخ محمد؟ وريرة بكرة تشوفي. طب سيب الشغل بقى، أنت انسى، كل سنة وأنت طيب. أيوة فاهمة. عيد ميلادك محمد. بس أنا عمري ما احتفلت بعيد ميلادي. النهاردة عيد ميلادك. يلا يلا. جراد يا جونيت كلايد. تانكيتشن تانكيتشن. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو محمد، هابي بيرثدي تو Thank you.
لازم نتجوز. انا بحبك محمد، مش لازم نتجوز. لا يا هند، عندنا الحب لازم ينتهي بجواز. مش شرط محمد، المهم هو موجود خلاص. لا شرط يا هلجة، ولا يبقى حرام عند ربنا. انت مش عايزانا نتجوز ليه؟ ابدا محمد، يا ريت. خلاص انا من بكره هسال على اجراءات الجواز ونتجوز، ايه رايك؟ ابويا واصحابي لما عرفوا اني مسافر اوروبا وعايش هناك حذروني من بنات اوروبا. ليه محمد؟ مش عارف، عندهم فكره غلط. وانت؟ انا لو تصدقي يا هلجة، انت اول بنت اعرفها في حياتي، انا متاكد ان ربنا بيحبني جدا. انت اكذب عليا يا محمد. انا ما بكذبش يا هلجة، انا بقول لك احساسي بالظبط. انا بحبك يا هلجة. وانا كمان محمد، انا اول ما شفتك حسيت اني اعرفك من زمان محمد. اول ما عرفت انك مصري حبيتك اكتر، عشان ماما كانت دايما تكلمني عن مصر، كانت تقلمني عربي كمان. هلجة انت بتدرسي ايه؟ شمي يعني ايه بقى؟ شمي مش عارفه يعني ايه بالعربي شمي. محمد تشتغل وتصرف على نفسك يا هلجة؟ يا امال اهلك فين؟ في بلد تانية. جيزن جيزن يا انا كمان ليا اصحابي ساكنين في الجيزه. هتعمل معايا تحقيق محمد؟ لا ابدا هلجة، بس انا كنت عاوز اعرفك اكتر يعني. طب يلا بينا نمشي شويه، مش هنقعد كده زي الاواجيز. عشان كده على قدي، انا عارف ان ابوك قاعد في سرايا وعنده خدم وحشم، انما انت مش عاوز تقولي لي هرجة ليه مش عايزه تعيش مع بابا؟ محمد انا ما يعجبنيش طريقه تفكير بابا، هو له افكار وانا ليه افكار تانية خالص، وانا ليه عالم وهو عالم تاني خالص. بعدين محمد أنا عايز أعيش حياتي أنا. طمنتيني يا هلجة، أنا عندي ليكي أخبار كويسة بقى. سألت على إجراءات الجواز. في مشكلة محمد؟ مشكلة إيه؟ بقول لك عندي أخبار كويسة، تقولي في مشكلة؟ بكرة الصبح هروح السفارة عشان نتجوز، إيه رأيك؟ أيوة محمد هايل، والخلفة فرعون صغير. فرعون إيه؟ 20 فرعون. مجنون محمد، مجنون. Das ist sein erster Fehler. Gebt ihm doch noch eine Chance. Glaubt mir, er ist ein sehr, sehr fleißiger Junge. Nein, nein, nein. Darauf, also, geht raus. Hier habe ich noch eine Frage. Komm. Mohammed, tut mir leid. War nichts zu machen. Die Leute wollen nicht, sie wollen dich nicht mehr haben. Herr Klaus, انا مش ممكن اسيب مكانتي شغاله واروح، مستحيل. نفلس هنا دي ماشينين منزل اربايتن، والله العظيم ثلاثه. Ich weiß, dass du ein guter Junge bist. Du arbeitest doch gut, aber die Leute wollen nicht mehr. طيب. Ich brauche ein Diplom. اي شهاده خبره اقول ان انا اشتغلت عندك. Ein Diplom? معلش. Ja, was soll ich machen? Ich will es versuchen. Ja, aber ich werde dann gehen. Ich gehe einmal hin und versuche, ob ich etwas für dich machen kann. Ja. Und dann warte. Mohammed, tut mir leid. Die Leute wollen dich nicht mehr. Verlass. Mach ich weiter. Gut, Klaus. Aber du die Dame, oder? Nichts zu machen. Es war nichts mehr zu machen. Tut mir leid. Schöckle. Ha,
هنتجوز محمد. جوازنا هيتأجل شويه عشان بقى صعب. شطرت من الشغل. ليه محمد؟ ما انت بتكسب كتير من بوكس. لا يا هلجا، البوكس ده ما بياكلش عيش. يعني ماتش واحد ممكن اتغلب فيه اقعد متكسح في البيت. وبعدين انت بنت ناس لازم تعيش عيشه كويسه. عندنا في مصر يا هلجا الراجل لازم يصرف على مراته. محمد، الناس اللي في بلدكم كلهم بيفكر زيك؟ طبعا، واحسن مني كمان. محمد انا نفسي ازور مصر، نفسي اشوف المكان اللي لعبت فيه، الشارع، الحد، كل حاجه. محمد انا عايز اشوف مامي بتاعك. محمد، مصر يا هلجا اجمل بلد في الدنيا وناسها اطيب ناس. مسيرك يا هلجا هتيجي مصر وزوري الحسين وزورك السيده زينب والاهرامات وابو الهول واشربك على السمس وقعدك. انا بحبك محمد، في شغل ما فيش شغل انا بحبك. بفكر لو الناس اللي في الدنيا كلهم زيك ما كانش بقى في حرب ولا مشاكل ولا حد مش لاقي ياكل. محمد انا ما استاهلش ده كله يا هلجا. جود النخت محمد. يا سخاجة. اهلا يا محمد، تشرب حاجة؟ لا. ليه مالك؟ دلوقتي بقيت طايع في الشارع. ده عمل ولا شهادة خبرة؟ ما تحملش هم. انت مش كنت بتقول عندك فكرة لتعديل المكنة اللي بتشتغل عليها؟ اه، بس لسه ما كملتش. طب ايه اللي مأخرك دلوقتي؟ سخاجة انا مش لاقي المكنة اللي نفذ عليها المشروع. المكنة موجودة. تشرب حاجة؟ لا ماشي. أنا عندي واحد صاحبي عنده ورشة قريبة، ممكن في أوقات الراحة بتاعت الورشة تجرب أنت على المكن بتاعه اللي أنت عايزه. صحيح يا خالد. اسمع يا محمد، الاختراع بتاعك ده مهم أوي، يعني عنده قيمة. ده لو اتحققت الفكرة اللي في دماغي زي ما أنا متصور ممكن تبقى مهمة وخطيرة جدا. ده ممكن توفر للمصنع مبالغ كبيرة جدا. خلاص، يبقى بعد ما تخلصه لازم تسجله باسمك علشان حقك ما يضيعش. تسجله فين؟ في شهر العقار الالماني ولا؟ خرج انا غريب، مصر مش الماني. خلي الموضوع ده عليا. شوف العربية دي. ديتي مورغان هيلجا بيتر فاتر داز راخل ستير فار بوتن سكس مونات سين فورباي und du hast dich nicht gemeldet. Vater, es tut mir leid. Ich habe viel zu tun. Sogar, dass du deinen Vater vergisst? Und was für? Eine schlechte Arbeit? Das ist es. Arbeit macht nur die Hände schmutzig. Sonst nichts. Dein Kopf ist immer noch hart. Wann hast du Feierabend? In einer Stunde. Ich werde auf dich warten und mit dir zusammen Mittag essen. Denn ich möchte mit dir viel, viel reden. Nein, Herr Vater, aber... Möchtest du was? Ich habe eine Verabredung. Mit wem? Ein Freund. Du kannst ihn mitbringen, damit ich ihn sehe.
كيف فاتر؟ بقولك ايه؟ مين ده؟ دادي. ابوكي؟ نهار اسود، ده باين عليه غني قوي، ازاي سايبك تشتغل في بنزينه كده؟ محمد انا عاوز كده. على فكره هو عزمنا النهارده سوا على الغدا. ها وابوك زعلان من حاجه؟ أرباتي بدو أوخ متير. بابي بيقول إذا أنت كنت بشتغل معايا في محطة بنزين. طبعا. فاتي محمد كنت أسئجت بزلان ماينر موتر. فين دو كومس دو؟ محمد هات أين كروسر أنت كونغ. هنجا. إيش بيل مدير ألاين ريدن. دو فايس جناو داس إس هير نشت كلابت. كوم سومير ووخن أندي. من هر محمد نيش دقيقين است. بابي بيقول انه عايزني اقضي الويك اند معاه. طبعا لازم تيجي وتسمع كلامه. متنسيش ان ابوك بيت الشنفاطه. ايش بيردي دير داس اوت فرايتك ام زيكس اوف شيكن. ازيك يا محمد؟ على الهواجه. ازيك انت؟ اتفضل. لسه قدامك كتير؟ ها؟ قدامك كتير؟ لا خلاص هو فضل، فضل يا كابتن. ايه؟ مالك يا كابتن؟ عندي أخبار مش كويسة يا محمد. خير؟ قريت الجرايد بتاعت النهاردة؟ أنت عارف يا خالد إن وراش جرايد. زي ما أنت شايف وراها مشروع. يا رفعني فوق هنا نزلني سبع ارض. ايه اللي مكتوب في الجرايد؟ في مشاكل في المنطقه العربيه، سوريا ومصر واسرائيل. مشاكل؟ هما حرب تانيه؟ يا اسرائيل ما حرمتش من حرب 56. مش عارف يا محمد، انا مش مطمن. الظاهر هيبقى في حرب تاني. Den kannst du ein Zubluder und dummer Junge wissen. Vati, das ist mein Leben und ich bestimme mein Leben. Ist nicht nur dumm, sondern auch Negro. Ich werde ihm auch heiraten. أنا كان عندي محل بقالة كبيرة أوي في اللازاريتا، كنت جايب فيه كل حاجة. إيه؟ وكانوا الناس اللي حواليا بيحبوني. تعرف أنا كمان نفسي في إيه يا محمد؟ حلاوة تقنية. دي واحدة. نفسي أشوف اسكندرية قبل ما أموت، أشوف بقى شكلها إيه دلوقتي، يا ترى ربنا هيحقق لي الحلم ده. ها؟
هلجا مالك يا هلجا؟ مفيش. أمال رجعت بدري ليه؟ مش قلت هتقضي الويكند عند بابا؟ طيب خمس دقايق هغير هدومي ونتعشى سوا، خمس دقايق بس. دي مش موافق على الجواز مش كده؟ ما بيهمش محمد بيكرهه اسمي تردوا من المانيا محمد كويس يركض انا بحب محمد يركض طيب معلش مفيش داعي تخليه يحس باي حاجه دلوقتي نشوف الموافق وكل شيء هيتصلح سنتين ثلاثة. ده بيقول عليا زنجي. على رأي الواد اللي بيقابلني في المصنع اللي اسمه برجر كل ما بيشوف خلقتي يقول لي نجرو نجرو زي ما بكون أنا اللي متسبب في خلقتي دي. شوفك يا واد أنا مش عامل عليا أنا عامل عليها هي. هلجة هتتعب. بس عايز الصراحة يا محمد البنت دي ممتازة وأنت مش لازم تسيبها. ما أنا عارف إنها ممتازة. أنا بحبها فعلا. ده أنا ما قلتلكش على بيت الكلام اللي قالي. بقول لي أنا مش عاوز أحفادي يطلعوا زنوب. وإذا كنت بتحب هلجة وعاوز مصلحتها لازم تسيبها. وأنت ناوي تعمل إيه؟ ألعب. ألعب. على الطلاق. ألعب ولفة يا خواجة. صوتك بيعصر في قلبي عصر شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر صوتك بيعصر في قلبي عصر خدي بإيدي وامشي معايا خدي بإيدي وامشي معايا نعدي مصر ندخل في مصر نعدي نصر ندخل في نصر شايلك في قلبي يا مصر
شايلك في قلبي يا مصر، شايلك في قلبي يا مصر، شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر، صوتك بيعصر في قلبي عصر، شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر، صوتك بيعصر في قلبي عصر. خدي بإيدي وامشي معايا، خدي بإيدي وامشي معايا، شايلك في قلبي يا مصر. اهلا يا هلجة. تعالى يا مهام. انا ما بهربش ولا حاجة، انا بستعد لبطولة المانيا، فلازم اتدرب ليل نهار. انا بقالي ساعة بدور عليك، انت اسمك ايه؟ قلت لك مش فاضي وما عنديش شغل، يعني لازم اكسب البطولة دي، يعني لازم اعيش. المدرب قال لازم تسلك من الستات، لازم اسيب من الستات. أنا ليه عملت كده يا محمد؟ انت كنت وحش معاها جدا. خلاص بس ارجوك بلاش تتكلم في الموضوع ده. طيب بلاش. سمعت اخبار النهارده؟ اخبار ايه؟ مصر قفلت خليج العقبه. طبعا تقفله، مش في ارضنا، لازم نقفله. معنى كده ان هتعلن الحرب على اسرائيل. انا خايف قوي يا محمد. تتهزم من اسرائيل؟ مش معقول، مش ممكن، ده كده كده كل الطيور ده كده كتاليك من اسرائيل كتاليك ولا تقول الكلب. Thank you.
الولاده بتبقى كده. قول يا محمد. نعم. ابوك عنده خبر. هيعرف منين بس؟ معلش يا محمد، لازم يعرف. صدقني انا اب واقدر احس بموقف سيدي. لازم تروح تقول. يلا يا محمد يلا. صدقني ايه رجع اخبارها ايه؟ لسه بروت العمليات. هي عملت ايه مع ابوك؟ بس قابلته؟ اه قابلته. قلت له انا وفقتك المده اللي فاتت ان ابعد عن بنتك واضحي بيها. بس دلوقتي الموقف بقى اكبر منه منك، بقى في طفل. قلت له ان هيلقى في المستشفى تولد. عظيم. دلوقتي انت موقفك هايل، عملت اللي عليك. قلت شوف وشه لما قلت له ان بنتك في المستشفى بتولد. بقع. وش اصفر واخضر واحمر. قعد يرطب. بس هعمله ايه بقى؟ جيت على هنا وجري. اكيد هيجي يشوفها. ولا ما يجيش. الله يبارك فيك. ايه؟ هتسميه ايه؟ هسميه مش لما اشوف الاول. سميه كوستر. لا لو جه ولد هسميه على اسم ابويا. حسن. حسن محمد حسن. حسن محمد حسن. حسن ابو عادل. ما تجيش يا محمد. الحمد لله على السلامة. على السلامة. كده صحيت. مبروك. عندنا فرنسا فاضل تسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمي العزيزة بعد التحية والسلام. باركي لي يما، جبنا ولي العهد وسميناه حسن. طالع أسمر شبهي بالظبط. ودمه زي السكر، بيعيط بالألماني. ابنك دلوقتي بقى راجل مهم وصوري بتتنشر في الجرانين وده كله بفضل دعواتك يا امي. فاكره الاختراع اللي كنت كلمتك عنه؟ خلصت خلاص وقدمته لجنه كبيره قوي في المانيا علشان تدرسه. ولو نجحت في يما واشتروا حق الاختراع مني هبقى غني غني قوي. انا هجيب هلجا وحسن من جيلك يما. هلجا نفسها تشوفك قوي. وطبعا انا خلاص ما بقتش قادر استحمل غيري عنك. تحياتي مصر كلها. ابنك محمد. In fact, our bank is to open an LLC. 14 million mark. Yes, 14. Thank you. Have a grand vizier. A color de verre que je veux. D'accord. D'accord. Mais merci. بتدين بتريب سرعة ترين لاسن دانشن مشوار